بعد حرب العامين 75-76 تقرر في مؤتمري الرياض والقاهرة دخول قوات الردع العربية إلى لبنان. شكل السوريون الذين انتشروا في معظم المناطق باستثناء الجنوب نحو 80% من عديد هذه القوة. كان سبق الدخول السوري الشرعي توغل قوات سورية تحت أسماء جيش التحرير الفلسطيني ومنظمة الصاعقة ولواءي اليرموك وحطين. هذه القوى اجتاحت الدمور والسعديات وهاجمت صغرتا ومنطقة المتن الأعلى. تعامل اللبنانيون وخصوصا المسيحيين بحذر مع الوجود السوري، فتمركز قوات الردع في قلب مناطقهم لم يكن مقبولا ومألوفا. المواجهة الأولى مع السوريين لم تحصل في بيروت كما كان متوقعا، ففي أيار العام 77 شهدت قرية بلة في منطقة بشبك معركة عنيفة بين الكتائب والسوريين. أسفرت المواجهات عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، ودخل الجيش السوري إلى قرى القضاء ونكل بها. زيارة الرئيس السادات إلى القدس شددت سوريا قبضتها على لبنان. في 7 شباط 1978 حصلت مواجهات عنيفة مع الجيش اللبناني في ثكنة الفياضي، سقط للسوريين عشرات القتلى والجرحى. أنشئت محكمة خاصة لمحاكمة الضباط والعسكريين الذين شاركوا في القتال. طلبت سوريا إعدامهم، وأبرزهم قائد معسكر المغاوير النقيب سبيل الأشقر الذي ثار لكرامة الجيش قبل أن يسقط في حادث مؤسف ومأساوي. لم تكن أصابع سوريا بعيدة عن الحادث. في 28 حزيران سيطرت القوات السورية على القرى المسيحية في البقاع. حصلت مجزرة في القاع ورأس بعلبك وجزيرة الفاكهة أودت بحياة 26 مواطنا. في أول تموز 78 بدأت حرب 100 يوم إثر توقيف بشير الجميل على أحد الحواجز السورية في الأشرفية. الحديد والنار ينصب على المناطق الشرقية لبيروت. في أواخر آب حصلت مواجهات عنيفة في بلدة كور التي استفسل أهلها فاستشهد عدد منهم، ثم نهبت منازل البلدة ودمرت. بعد كور سيطر السوريون على قرى البقاع المسيحية، وفتحوا طريقا بين البقاع والشمال بعد مواجهات عنيفة في بشري والأرز.
في أيلول استؤنفت معارك بيروت بضراوة أكبر، خصوصا في الأشرفية التي قاد المقاومة فيها الرئيس كميل شمعون والشيخ بشير الجميل. صمدت 100 يوم بعد معارك ضارية ودمار رهيب. أصدر مجلس الأمن قراراً دولياً ألزم دمشق وقف أطلاق النار. في 20 تموز 1979 واجه الجيش اللبناني بمؤازرة أحزاب الجبهة اللبنانية السوريين في جرود العقورة إثر قيام قوات الردع بشق طريق بين بعلبك وأفقة تسمح لها بالعبور إلى قضاء جبيل. في شباط 1980 حصلت معركة كانت الأعنف في قناة شمال لبنان. صمدت البلدة في ظروف مستحيلة وسط عاصفة ثلجية ضارمة. تمكن أبناء قنات مع نخبة من المقاتلين من إيقاف الوحدات الخاصة السورية 6 أيام وكبدوها خسائر كبيرة، فيما استشهد عدد من المدافعين ودمرت كل منازل البلدة. كانت هذه المعارك تحصل في ظل صمت عربي وغربي غريب ومريب، فالعرب كانوا يكتفون بتبرئة المعتدي بينما يضع الغرب اللوم على الضحايا، فيما كانت الدولة اللبنانية رهينة بين يدي دمشق وتفتقد إلى الشجاعة. كانت هذه المواجهات الأولى من معارك سوريا في لبنان.